شايف فكرة برضو مجلس الشورى المصغر لحكماء الأهلي ودورهم في إن هم يشاوروا على شخصيات بعينها أو يرشحوا أو يزكوا؟ خليني أقول لحضرتك حاجة. طبعا الاختيار بيبقى الرئيس القائمة، طبعا يعني هو دلوقتي رئيس النادي وهو كابتن محمود بيختار القائمة، وطبعا هناك مجلس لحكماء له كل الاحترام بيستشيروا كابتن محمود وبيستنير بخطواتهم السابقة وخبراتهم السابقة، لأنهم كلهم كبار. صحيح. كبار قدرا وكبار سنا، ويهمهم الأهلي، ويهمهم الأهلي في المقام الأول والأخير، ودي ما في مش هيجاملوا حد، ودي حاجة ما فيهاش نقاش. بالزبط. يعني ما فيهاش ومجردين في ده، لا مجردين 100%، مفهوم، مفيش ما عندهمش غير حب الأهلي. صحيح. فالكابتن محمود لما بيعرض قائمته بيقول رؤيته، أنا شايف إن الناس دي، أنا مرحلتي اللي جاية فيها كذا وكذا وكذا، وأنا شايف الناس دي هي اللي ممكن تحقق هذا الأمر. لهم خبرات ولهم رأي استشاري بيستنير بيه كابتن محمود وبيحترمه كابتن محمود، وفي الآخر بيصلوا إلى التوليفة الصحيحة لمتطلبات المرحلة القادمة. دي نقطة مهمة جدا، متطلبات المرحلة القادمة. قولا يعني الاختيار وفقا لرؤية رئيس القائمة عايز ايه في المرحلة الجاية وانسب العناصر مين؟ لان هو اللي عارف، يعني هو الحمد لله المجلس الحالي هو لسه لم يصبح سابق. المجلس الحالي اللي هو بيرأسه كابتن محمود عمل انجازات الحمد لله كثيرة جدا جدا. صحيح. جدا. وهو كابتن محمود بيقول لو قدر الله له ان يستمر ان شاء الله للفترة القادمة، هو عايز يعمل ايه؟ رؤية جديدة خالص، جديدة. استمرارية، خروج لافاق جديدة. بالزبط. مين هيحقق ده؟ هو اللي بيختاره. يعني هو لما بيجي يختار نائب او امين صندوق او السبعة الاعضاء فوق السن او الشباب، حتى الشباب هو بيرسم مستقبل معين، زي ما حضرتك تفضلت من شوية وقلت بيصنع كوادر. النادي الاهلي لازم يكون من افضل المؤسسات اللي بتبني كوادر للبلد، ما هو النادي الاهلي ده جزء من الوطن اللي عايز يعني يزدهر ويكبر لصالح مصر. فهو صاحب الرؤيه وهو اللي عارف ان شاء الله هو ناوي يعمل ايه، فلازم يختار الناس اللي هتحقق ذلك. والاختيار مش انتقاص من اي حد، ممكن ما يختارهوش، يعني هو الانسب مين؟ يا استاذ ابراهيم، طب انا على نفسي، انا طب انا لم اختر في 2017 انتهى الموضوع، مش معناها ان انا ضئيل او ضعيف. هو شاف في مرحله تاليه بالظبط كده، المرحله اللي جايه تحتاج الدكتور شوقي. والنادي الاهلي ما بينساش حد، ما بينساش تصرفات الناس. طبعا ان اللي بيلتزم واللي بيفضل داخل بوتقه النادي الاهلي، النادي الاهلي عمره ما بينسى. محمد غزاوي كان معانا في 2000 كان معانا في 2004 2009 وجا دورتين ما دخلش، الراجل لم يخرج عن الإطار وظل مساندا وظل محبا وظل مشجعا قوي جدا جدا. غزاوي ما بحبش اقعد جنبه في الماتشات من كتر انفعالاته وخوفه. لا طبعا انا ما تحملوش. ربنا يحفظه يا رب. فلا لا لا، وبالتالي كلام اصبح مكرر، نفس الافاضل اللي خرجوا من المجلس الحالي ولم يرشحوا للقائمه الجديده اللي احنا فيها. شايف كمان الاستاذ ابراهيم الكفراوي والدكتوره رانيا ناس جميل. حضرتك اكيد شفت الصور الاخيره، احنا كنا مع بعض في عشاء عند تشعر ان هم مرشحين لسه عند النائب محمد الجرحي من كام يوم. لا هم اقرب مننا للموضوع ومساندين، ويعني هو ده النادي الاهلي الحمد لله. الحمد لله. طيب لو كابتن محمود الخطيب او من يستشيرهم من حكماء النادي جم في الاختيار ده وقالوا دكتور محمد مش محتاجين له المرحله دي، تصرفك هيبقى ازاي وتعاملاتك هتبقى ازاي؟ ما هو حصل. يعني انا اثبتت مش محتاج ان انا اقول 2017. يا جماعه والنادي الاهلي مش بان انا اكون في منصب معين، حتى لو ما اخترتش رئيس لجنه التنفيذيه هفضل برضه جوه النادي. يعني الموضوع مش محتاج كل هذا القتال. يعني صحيح اللجنه الطبيه كانت مهمه جدا في الظروف اللي فاتت. الحقيقه صادفنا وقت صعب جدا جدا، والمجلس الحقيقه برضو يذكر له بكل العرفان. ان حضرتك عارف الجائحه اللي فاتت دي اثرت مش على النادي الاهلي، اثرت على العالم كليه، ضربت اقتصاديات دول، اقتصاديات دول وشركات كبرى. صحيح. انهارت انا عايز اقول لحضرتك يعني في متاجر كبرى جدا، اسامي كبرى جدا توقفت، الشانزليزيه معظمه قفل بسبب الاقتصاديات. يذكر لهذا المجلس اللي انا مش فيه، مش بشكر ان انا ان هو
يعني استطاع ان هو يمر بالسفينه في الوقت ده، لا اثر على موظف ولا عامل ولا اي شيء، ولا اثر على النشاط الرياضي ولا اثر، بل في سنه زي اللي احنا فيها حاليه دي ال 21 في ظل اقتصاديات سيئه جدا لكل الدنيا، هو بيحقق ميزانيه مهوله قياسيه بكل المعايير، مش على الانديه المصريه صحيح. ولا على نفسه، غير مسبوق. وحققها في ظل ظروف صعبة جدا جدا جدا، وحققها بتضافر كل أعضائه، كل واحد اللي أثر في تنمية موارد، اللي قلل مصروفات، اللي فكر إزاي النادي الأهلي ينمو في هذا الاتجاه. الحقيقة يذكر لهذا المجلس بكل الشكر، أنا بقى كعضو نادي بتكلم إن هذا المجلس لابد أن يشكر على ما أتمه في هذه الدورة في ظل اقتصاديات صعبة بسبب جائحة الكورونا. اللجنة الطبية بذلت مجهود كبير في مواجهة الجائحة، سواء مع الأعضاء أو مع الفرق الرياضية. يعني عشان أنا من اللجنة الطبية ما أقدرش أقول كده، لأن لا، احنا في خدمة النادي، دورنا لازم نعمله.